أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من باندو رياكشنز، معكم الباندو شخصيا. حلقة اليوم مثل ما شفتوا بالثمنيل هي عن غنية وردة الموت لكلي بي بي جي. رجعنا على الراب التونسي، كنت حاطط براسي بدي ننزل فيديو بهالفترة عن الراب التونسي، وبلاقي انه كلي بي بي جي منزل غنية جديدة بيوم عيد الحب اسمها وردة الموت. انه اجمالا عم تضرب براسك عيد الحب، يعني وردة، وردة حب او وردة هيك شيء حلو مش شيء شؤم يعني. فهو مسميها وردة الموت. اول شيء الاسم خليك تفكر انه عن شو رح يحكي، وثاني شيء كلي من الاسماء الكثير كبيرة بالسين التونسي والسين العربي بشكل عام، فحبيت اعمل عليها رياكشن. قبل ما نبلش اكيد اذا عجبكم الكونتنت بليز سبسكرايب لايك وكومنت، خلونا نبلش بالرياكشن. كلي بي بي جي فرجينا شو عندك. على امل يكون هيدا ليركس فيديو، يكون في عنا كلمات قدامنا لنفهم كل شيء ان شاء الله. وردة الموت. الحب ما هوش مناسبة باش نعمل وعيد، وما هوش بسيف باش تقولي تلزيد، وما هوش تزعبين وروية قبارت وبوسة وشدة من ليد. الحب يتقاس بقدر مش مناسبة نعمل عيد للحب، ولا هو بوسي وشدة ايد، حب اكبر بكثير من هيك. الله عليك يا كلي، مش ضحيت مش قديش حكيت، الحب قصة وعنوان ده بتضحي مش قد بتحكي. الكلب ما يريد شنو كلاي، كان انت كهو تعرف شتاني كلمة حب، كما كنا تحنا لوف وحبينا تحبينا صاحبي. صحيح كلكم حبيتوا مش ما حبيتوش، اما انا عشت حب معظمكم ما عاشوش. حب يضر مولاها مضرة، عدو ما يدمنها لوش. حصلتني واحدة خبيثة وجريت وراها جري الوحوش، وكان مش مرتي اللي حبيتها أكثر من روحي، وعيشتني حب لمنيكة ما عشدوش. راني ماضي شيطانة الأخرى التوى من سيطوش، لنثى الخبيثة ناس الكل تعرفوها أما حقيقتها ما تعرفوش. وفي غنية وردة الموت باش نوضح باش نقولكم عليها شكون، وإن شاء الله ما تتفاجئوش. حكى أنه مثل كأنه عم يمهد رح يحكي عن وحدة حبه وأزاته كتير. موضوع غريب يعني، ما بتلاقي حدا بغني يعني بيحكي عن هيك موضوع، فشغلة حلوة انه عنده الجرأة يطلع يحكي عن هيك شيء. قال انه واحدة جريت وراها جري الوحوش، يعني لحقتها كل ما قدرتي، ورجع قال انه مش مرتي اللي حبيتها كثير. فهو يمكن عم يحكي عن شيء قبل ما يتزوج او يرتبط بمرته او شيء، ما بعرف بس حلوة يعني. فكرة غريبة كأنه اجمالا الرابر انا القوي وانا وكذا وانا كذا وانا كذا، سيجي يحكي عن نقطة ضعف شغلة قليل ما نشوفها. فحاب خلينا نشوف شو عنده. ثلاثة سنين من عمري مشى وخسارة في محبتها، واليوم كفقت على روحي ندمت على ما عرفتها. سعمل خسرت كل شيء في جر ضحكتها، أكثر انت غلبت علي وبش نحكي لكم حكايتها. تبعتها شفت الهول ماشي في غيها مسحور، خيبتني حتى مع روحي خلتني هاي يمكن مهبول. زينها يصب العقول وانا بها مذهول، وردة دخلت لحياتي فجأة بشكل مش معقول وأبيض لونها. قلبت لي حياتي كلها ظلامي كنت ممحونها. أبيض لونها قلبت لي حياتي كلها ظلام. يعني عم يوصفها إنه مثل كأنه عم يوصف شكلها إنه هي بيضة بس حياتي صارت سودة من وراها. أنا عيش مع عجمي علي ندوان من دونها، لا يهمني في العبيد والكلام وليت مجنونها. في مخي ترجمت كيف الوشم وليت اللهلت كل نسي، قلبت لي حياتي جحيم هزت لي صحتي وزروسي، شيطان اختصاص تحكي والله العظيم. وصلت صرفت عليها فلوسي بالرغم اللي أنا مانيش سكين. أبيض لونك مزيانة الكل كأسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار. عطيتك قلبي وانتي كويتولي بالنار، طيحت الخشمي من بعد ما كان بولار. أبيض لونك مزيانة الكل كأسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار. عطيتك قلبي وانتي كويتولي بالنار، طيحت الخشمي من بعد ما كان بولار. عم بيحكي بكل جرأة وبكل صراحة انه انا قضيت معك وقت، قضيت معك ليالي، وعم بيقول انه وطيتي لي خشمي، يعني نزلتي يعني زليتيني، وكويتي لي قلبي بالنار. يعني عم بيحكي عن اشياء
اجمالا الرابر بيحكي عن اشياء واقعيه، بس هيك اشياء ما بيحكيها قدام العالم، يعني هيك اشياء مش مين ما كان عنده الجرأة انه يحكي هيك شيء. يعني والله يعني ريسبكت، وغير قد ايه حلوه كغنيه كصوته كنبرته، شيء كتير حلو لحد الله صراحه، ما مش متوقع اسمع هيك شيء من رابر يعني. شو طيحت الخشبي من بعد ما كان بولا، وليت في حبه مطمئن، وليت عليها ندوان، وليت معروف مجنون، ومسكتي على كل لسان، خبيثات وهنسان على حبك ندمان، قد ما حبيت قد ما كرهتك طوّم قولي في لمان، مين الموت ما نحب الشغلات، من اللي عرفتك وين انقاسي، زيت لي عقلي صحتي معك وخيبتني مع اهلي ناسي، نحرق بالنار قلب اللي بغاك يسبب الشي بلي في راسي، خسرت الكل تبعت اخوتي حتى مع ربي صرت عاصي، في بالي بيك مبهم وتقولك لا يا الحب يغني، وتقولي شكل الانثى وفي البومه يخبرني، كان حلمت الاغنيه هكارك ما تفهم المعاني، خاطرني معرس وعندي مرتي وعايش معاها متهني، وردة الموت اللي نحكي عليها هي البيضة دي، الحمد لله. حاس حالي كتير غبي إذا أوف طلع عم يحكي عن الكوكايين، عم يحكي عن، والله وصفها كأنه أنثى من أول غنية لهلأ. أوف يا هكارك ما تفهم المعاني، خاطرني معرس وعندي مرتي وعايش معاها متهني، وردة الموت اللي نحكي عليها هي البيضة دي، الحمد لله غلبت عليها كي ربي يقبل دعايا. على فكرة حتى لو انه هيك موضوع صعب تحكي عنه بالملأ قدام العالم انه انا كنت مدمن على الكوكايين، انه هيدا شيء كتير كتير يعني نقطة سوداء بحياته للواحد، فانه هو عم يحكي عنه، عنده 1.5 مليون الزلم، عنده مليون ونص مشترك، يعني في كتير عالم عم بتشوفه. اف عن جد الجرأة مش طبيعية انك تحكي بهيك شيء، يعني ان كان اول موضوع او هيدا يعني. يا اللي قاعد تتصنت خوض العبرة من الحكاية، رد بالك تحصل تغرك ويصير لك مصارفية، أبيض لونك مزيان الكل كاسرار، معدي معك الليلي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتولي بالنار، طيحت خشمي من بعد ما كان بولا، طيحت خشمي، طيحت خشمي، أنا نزلت من خارع الطاولة عشان كويتولي بالنار، طيحت الخشمي من بعد ما كان بولا، أبيض لونك مزيان الكل كأسرار، مهدي معك اليدي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتولي بالنار، طيحت الخشمي من بعد ما كان بولا، أبيض لونك مزيان الكل كأسرار، مهدي معك اليدي وصار فيهم لي صار، كل الحب والاحترام، كل الحب والاحترام. هي اول مره بحس حالي اهبل على رياكشن، فتت على التراك عن جد مصدق عم يحكي عن وحده وعم يوصفها وبيضه وحبيتها وانثى وكذا 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 وكذا، اخر شيء بيجي بيقول انه فكرني اهبل معرس وانا عايش مع مرتي متهني. لا، البيضه اللي عم بيحكي عنها هي الكوكايين. حقيقة من أجمل المواضيع اللي سمع عنها غنية راب، يعني هيدا تخطى موضوع أنه راب هادف، هيدا صار شيء أعلى بكتير يعني. وتخيلوا أنه عايد الحب نزل هيك شيء، أنه عم بيوصف قديش هو كان متعلق فيها، والحمد لله وطلع منها وهلا هو شخص أحسن، وعم بيحكي يعني مثل عم يعمل حملة أنه للناس ما تتعلق بهيدا الشيء وما تفوت هاي الفوتي وخليكم بعاد عن هيدا الشيء. ماسف ريسبكت يا زلمة، ماسف 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 ريسبكت كلاي، والله شيء رهيب اللي سمعته. كتير صعب انه واحد يعطيك ستوري تيلينج، يعني يحكي لك حكاية بغنية راب وتتعلق فيها هالقد، يعني لدرجة انه انا شخص كتير بركز على التكنيكاليتيز وعلى السكيلز وعلى الفلوز وعلى البيت،
انا كنت ما عم بسمع شيء غير اللي عم بيحكيه، يعني كان واحد عم يحكي لي قصه فعليا هيك كتير بشدك لتسمعه، هذا شيء كتير رهيب. كلاي بي بي جي يعطيك الف عافيه، شو عملت فينا يا زلمه، شو عملت فينا، ان شاء الله بنسمع بعد اشياء احلى واحلى منك. اذا عجبكم هذا الفيديو بليز لايك سبسكرايب وشو سم لاف بالكومنتس، فولو مي اون انستغرام وتويتر موجودين بالديسكريبشن. كان معكم باندو، بيس اوت.